يونغ وناثان قلبين دفاع مع مصبح ظهير ايسر، موسى كوليبالي تراوري وخالد مفتاح على اليسار، قدامهم اثنين جونيور وكريم، ثلاثه قدامهم ديا على اليمين، نام ولامي على اليسار. سبسقاط في المركز الرابع، قطر نقطه واحده في المركز الحادي عشر. ما الله تليق بقيمه الفريقين، بالقيمه ولا القاعده ولا المكانه ولا البدايه الجيده للفريق. عموما على بركه الله تقبلوا تحياتي معلق اللقاء احمد الطيب الاخويا 3-1 وبره وضعيفه وعلى الارض. على طول فابي سيزر، واحد من اللعيبه اللي كانوا فايقين قوي في نهايه الموسم الماضي، لان الريان الحقيقه في نهايه الموسم الماضي هو والجيش تماس زحمه عاملها نادي الريان، عشان كده خدوها كويس. فابيو سيزر على طول الى نيمار سريع جدا، لكن تنفيذها ابدا مش سهل. على طول فابيو سيزر تحت ضغط بضياف ضغط عليه في نص بالسد الى القمه بتسعه نقاط في صداره الترتيب. سد السنه دي اعتقد فرصته لحصد اللقب. تيبا اللاعب السنغالي الموهوب قوي ومعاه نمتيه اللاعب الكوري، كويس قوي من تباتا الى فابيو سيزر الى تباتا، بساطه سهوله تحت ضغط وسلم بشكل جميل. خلاص حفظ عبد الله طالب عفيف، حفظ. بص سيزر لعيبه الريان عددهم قدام، لعيب عنده خبره ولعيب محترم الحقيقه، ولكن نقول له هارد لك طبعا. اي لعيب يسجل في مرماه الواحد بيحزن لشخصه بعيدا عن فرحه جمهور قرب الرايه الركنيه. وسبحان الله هل هيراجع نفسه؟ لانه لما كان خسران 1-0 ستا اماميه على طول الى فابيو سيزر، يغير اتجاه اللعب، طلع عبد الرحمن مصبح والعرضيه، ولكن على طول اليمين مفيش مشاكل. فابيو سيزر تمركز كويس، لو غير اتجاه اللعب هيبقى كويس. يا جمالك غير اتجاه اللعب الى حامد اسماعيل اللي فاتح عرض الملعب كويس. وهاديين لان خبراتهم عاليه، لعب في اودينيزي في ايطاليا ولعب في نابولي في ايطاليا، رقم 7 مع نادي الريان باللون الاحمر. ادي دانيال جو، فابيو سيزر هيحطها الثانيه على الارض. يا سلام عبد الله علوي بدا يزيد بانه رايح واستنى. فابيو سيزر هيغيروا اتجاه اللعب، هيروح لحامد، هيبقى مصيره ايه؟ حاول الثاني من جديد. ادي فابيو سيزر يغير اتجاه اللعب لحامد اسماعيل. شوف لما الريان مدافع العرب السابق ومدافع دولي ايضا مع منتخب